الجديد في القضية اليوم هو أنه الاستماع للمتهمين والمواجهة ديالهم بالأفعال اللي هي أدينوا من أجلها في المرحلة ديال الجنايات الابتدائية. وكما راح تيقول الأظناء الرئيسيين الأوائل في هذه القضية اعترفوا بالأفعال ديالهم. غير الجديد هو التأكيد ديالهم على واحد الهيئة في المجتمع عندنا هي اللي مسؤول عليها، هو اللي كان كيوجههم او كيأطرهم في هذا الاتجاه هذا، الشيء اللي جعل دفاع المطالبين بالحق المدني باش يلتمسوا الاستدعاء ديالو. حنا قلنا ودي اش غادي يجي يستدعي بشهيد على افعال اجراميه؟ هذا كاين مجلس القضاء وكاين النيابه العامه وكاين محضر الجلسه. هاد الناس تيقولوا بان هاد الافعال تأطروا وتوجهوا في ظل هذيك المؤسسه، خص الوكيل العام يتحمل مسؤوليته ويتعامل بايجابيه مع هذه التصريحات. ياك ومن المعلوم على انه هذه المؤسسه كان صدر في حقها قرار ديال الاغلاق ديال 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 المحلات ديالها او المراكز ديالها، وفتحت في عهدي في فتحت يعني في عهد وزير العدل السابق، وبالتالي هذا كان هو التاسيس ديال الملتمس ديال استدعاء لا وزير العدل ولا الممثل القانوني اللي هو على كل حال معروف ديال هذه الجمعيه بالافكار ديالو وبالمواقف ديالو اللي هي متطرفه. واللي اساسي كذلك هو ان هذ الخمسه ديال المتهمين الاساسيين دفعوا كل علاقتهم او ارتباط او اخبار او معرفه بكون ان باقي المتهمين كانوا على عين بهذيك المخطط ديالهم الارهابي بما فيهم الموكل ديالي. الموكل ديالي اللي ادين صراحه في المرحله الابتدائيه بواحد العقوبه كانت قاسيه اللي ما تترقاش يعني لهذاك الشيء اللي هو مصدر في سك الاتهام، ولا قرناه ببعض المراكز القانونيه ديال البعض منهم في هذه القضيه هذه. واللي اكدوا المتهمين بدون استثناء انهم لم يكن له لا علم ولا معرفه ولا سابق اخبار بما هو منسوب اليه او ما ادين من اجله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.